انت لسه فاكره الزرعه دي؟ ايوه، علشان بتطلع الوان حلوه. كنت بتسيبي كل الزرع ده وتسقي دي بالذات؟ ايوه، عشان بحبها فلازم اهتم بيها. صح، اللي بيحب حد لازم يهتم بيه، مفيش حب من غير اهتمام. ها؟ لا لا، مفيش حاجة. لا، في حضرتك قلت ما ينفعش حب من غير اهتمام زي ما عملت مع ماما. طب تعالي نقعد بقى. اوكي. يعني انت لسه بتحب مامي؟ ايوه طبعا بحبها. يبقى ما كنتش تسيبها تمشي ورا سني امشي. عندك حق يا تيا، انا غلطت غلطه كبيره قوي، ولغايه دلوقتي الغلطه دي تعباني جدا جدا. بس اقول لك سر. قول. كل حاجه هتبقى تمام. يس. يعني قول لمامي ان هي ترجع الفيلا تاني وانت هتقول لها سوري؟ اه طبعا هقول لها سوري، بس مش دي المشكله الوحيده. امال ايه؟ يا لورد، يا رزق، في ناس جمله حضرتك. ناس مين؟